رصد تقدم برنامج 2022-2024 المتعلق بتعزيز تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب بجهة الدار البيضاء ستات، محور رئيسي في اجتماع احتضنه مقر ولاية الدار البيضاء. الاجتماع الذي ترأسه والي الجهة سعيد حميدوش ورئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز تميز بعرضين قدمتهما كل من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. اليوم هذا الاجتماع هو الثاني، كان الاجتماع ديال الانطلاقة، اليوم هذا الاجتماع ديال التتبع باش نشوفوا شنو اللي دار شنو ما دارش وشنو يمكننا يعني نغيروا في هذا البرنامج من مكونات التفاصيل ديالها. في اللقاء أبرز عرض للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع أن البرنامج يتعلق ب 436 دوارا بأقاليم ستات والجديدة وبرشيد وبن سليمان وسيدي بن نور، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 21%. كثر عليه وزارة الداخلية واللي تكلفت بالتنفيذ ديالو، يعني الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع واللي القيمة ديالو ك يعني ميزانية اللي تضعت من عند وزارة الداخلية هو 352 مليون ديال الدرهم، والقرار الجهة اللي تكملت هذا البرنامج هو أنها كذلك عبأت حوالي 200 مليون ديال الدرهم. وفي عرض للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جرى التأكيد على أنه في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027 فإن المكتب يتكلف بإنشاء مرافق للإنتاج في المناطق القروية على مستوى الجهة، سيستفيد منها 97 ألف شخص بميزانية تفوق 126 مليون درهم.